أنه اتحاد العاصمة يعني وجد ضالته، يعني هناك انسجام بين اللاعبين مقارنة ببداية الموسم، مقارنة باليوم الأول للطاقم الفني الجديد بقيادة المدرب بوعلام شارف، وثمار العمل الكبير عمل الطاقم الفني المحلي بدأ يعني يظهر في هذه التشكيلة. والله الحمد لله، كما قلت كانت بداية البطولة اللي كنا مخوفين منها رغم المشاكل اللي كانت في بداية الموسم فعلا الهزات اللي تعرض لها الفريق، كانت المهمة ما نقولش سهلة، كانت مهمة صعبة باش تعاود ترجع الثقة تاع اللاعبين، والثقة تاع اللاعبين بين الأنصار والإدارة كانت والله مهمة ماشي سهلة. الحمد لله كما قلوا ربي وفقنا باش كانت الانطلاقة المقابلة الأولى وين كسبنا، رغم ما يقولوا الاداء ما كانش في المستوى، من حسوا باللي الفريق يتحسن بالمقابله رغم كما نقولوا دوك انا نضيعوا عده فرص قدام المرمى، ان شاء الله كما نقولوا في المستقبل نعملوا باش تكون الاهداف تكون كاينه في المستقبل ان شاء الله. عندما نقول الاداء ليس في المستوى، وعندما يقول محمد حنيشاد الاداء ليس في المستوى، هل تقصد به الاداء الذي يريده بوعلام شارف؟ بوعلام شارف معروف بطريقة لعب جميلة جدا يطبقها في كل الأندية التي يشرف عليها محمد حنيشاد، هل لم تصل تشكيلة اتحاد العاصمة للأداء المطلوب من قبل المدرب بوعلام شارف الذي دائما يرفع سقف الطموحات عاليا؟ نظن باللي ما قلت لك طريقة اللعب يعني منهجية المدرب بوعلام شارف كما نقول مازال ما تطبقش 100% ماشي في كما نقول في مرحلة تاع شهر ولا شهرين تكون درجة اللعب اللي هو حدها. نظن باللي بوعلام شارف من بداية المقابلة تشوف باللي التعداد اللاعبين اللي عم يلعبوا نفس التشكيلة، ما كاين تغيير واحد ولا اثنين، أفضل تكون عصابات ولا عقوبة باش يكون تغيير ويحوز على الانسجام ويحوز طريقة اللعب تكون أحسن. كيف قلت لك احنا ماشي راضيين عن طريقة اللعب بالنسبة للمنهجية تاع المدرب. نعم، مباراتان في أدغال إفريقيا، المباراة الأولى كانت في طوغو، الثانية في ملعب الثامن ماي. محمد حنيشاد، كيف يعني يسير الطاقم الفني لاتحاد العاصمة مباراية البطولة المحلية ومباراية كأس أمم إفريقيا؟ ستكون الأمور صعبة بطبيعة الحال من الناحية البدنية على لاعبي اتحاد العاصمة المطالبين أيضا بالتأقلم في أدغال إفريقيا. هاك صحيح كما هو شفت كان تسجل الفريق اتحاد العاصمه من الفريق من الموالف للالعاب بالدورات الافريقيه، ونظن دوك الفريق شاب كاين لاعبين بابار ريزا ماموتش اللي عنده خبره كبيره في اللاعبين يعني نقصد التجربه في افريقيا. الحمد لله نظن باللي المقابله الاولى اللي كانت مقابله صعيبه وكما نقولوا الثقه هي اللي جات النتيجه اللي خانت ميدانا اللي كبرنا الثقه، ونظن زيد التعب وطب كما نقولوا المقابله تاع اليوم مع الجماعه عندنا مقابله باش تكون يعني لازم يكون عندك تعداد مليح وتركز خاصه على الاسترجاع باش تكون تقدر تلعب في نيجابه. هذا ماذا يقدم زيماموش لثلاثي حراس المرمى؟ هل تشعر بانه مركز 100% مقارنه بالايام الاولى؟ ماذا يقدم هذا الحارس الذي يملك خبره كبيره وخاصه محمد حنيشاد يحب اتحاد العاصمه كثيرا؟ لا نظن كما نقولوا امين زرماموش كما نقول التاريخ تاعه واش مد لكرة القدم الجزائرية بصفة عامة وبالاتحاد العاصمة بصفة خاصة، نظن اللي احنا بالنسبة لنا واحد كما امين زرماموش يزيد اضافة كبيرة في المجموعة، الخبرة تاعه المعاملة مع اللاعبين هي كما نقولوا حاجة كبيرة للاتحاد العاصمة يكون عندك حارس يمد ومازال يمد بالامكانيات اللي عنده نقولوا السن اللي وصل ليه ماشي بالسهل باش تلحق 38 سنه، لازم تكون عندك اراده كبيره طريقه العمل مليحه، ونظن باللي الاراده اللي تشوفوا في التدريبات اللي هو يعطي حافز للحراس الشباب باش يتاقلموا باش يشوفوا طريقه العمل باش يكون على المستقبل الظاهر ان شاء الله. آخر سؤال محمد حنيشاد قبل أن نتركك ترتاح، كنت مرتبطا بالمباراة، مشكور على تواجدك معنا عبر شروق الإخبارية. محمد حنيشاد معنا في الاستوديو كريم غازي قال بأنه بكل صراحة يتحدث كعادته، قال بأنه اتحاد العاصمة لم يختبر لحد الآن بمباراة كبيرة أمام منافس كبير، ما رأيك؟ أنظر كريم غازي في لاعب سابق في الاتحاد العاصمة ولاعب دولي سابق في بنغلو، هذا رأيي هو الشخصي. بالنسبة لي احنا الفريق تشوف احنا في بداية الموسم احنا ما بديناش الموسم مليح، احنا لاعبين أربع مقابلات في البطولة، خمس مقابلات
مقابلات فزنا بربع مقابلات ونهزمنا مع مولية وهران، راه كما قلت ضيعنا عدة فرص في المقابلة تاع مولية وهران. البطولة مازال باش تلعب كما نقولوا، مازال حتى 10 جولة ولا تكون تشوف تقدر تحكم على الفريق. المفيد هو تكون طريقة اللعب والفوز اللي يعطي الثقة للاعبين في المستقبل، وهذا الأهم. الناس تهضر على النتائج، ديفوا تلعب مليح وتخسر يقول لك الأداء كان مليح والنتيجة ما كانت. احنا إن شاء الله كما نقولوا نصلحوا الأخطاء اللي كل مقابلة تتعلم منها. إن شاء الله احنا ما نحوسوش على المنافس، يعني منافس صغير ولا منافس كبير. شفنا عدة مفاجآت في كرة القدم دوكا من الماركي في إفريقيا ولا في البطولة تاعنا الصغيرة اللي تعاود تدير نتائج إيجابية خارج ميدانها. احنا نحضروا مقابلة المقابلة وكما نقولوا نشوفوا للأحسن، نشوفوا للمستقبل إن شاء الله. إن شاء الله. محمد حنيشاد مدرب حراس مرمى اتحاد الجزائر، شكرا جزيلا لك. شكرا لك، الله يبارك. شكرا لمحمد حنيشاد.